دأبت ميليشيا الحوثي والمخلوع على استخدام الشريط الساحلي الممتد بين ميدي شمالا والمخاء جنوبا لاستقبال شحنات السلاح القادم من إيران. تطور الأمر إلى استخدام الساحل التهامي منطلقا لعمليات عسكرية تشبه تلك التي تنفذها التنظيمات الإرهابية، وباستهدافها للفرقاطة السعودية في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة، نبشت الميليشيا الإنقلابية عش الدبابير ولفتت الانتباه لأهم وآخر منافذها البحرية، بالتزامن مع التصعيد القائم بين واشنطن وطهران. وبحجة حماية الملاحة الدولية وتأمين عبور أساطيلها، قررت الولايات المتحدة نشر المدمرة USS Cole التابعة للبحرية الأمريكية قبالة الساحل الغربي لليمن لتنفيذ دوريات ترافق سفنها العابرة. في الأثناء ثم تحديث غير رسمي يدور عن إعلان التحالف لميناء الحديدة منطقة عسكرية، الأمر الذي يضاعف القلق من توقف حركة استقبال السفن التجارية التي تمد النسبة الأكبر من سكان الجمهورية بضرورات الحياة، إذ سيتعين على الحكومة الشرعية إعلان خطة بديلة بشأن تهيئة ميناء عدن ليقوم بهذا الدور الوطني دون عراقيل أمنية. يأتي ذلك بينما تقوم وحدة من الجيش الوطني بتمشيط الأحياء الشمالية من مدينة المخاء من جيوب الميليشيا على الساحل الغربي، إذ من المتوقع أن تواصل القوات تقدمها باتجاه الحديدة لتحريرها من قبضة الميليشيا، والتي لا شك ستكون خطوة مهمة من شأنها حصار الميليشيا في منطقة صنعاء وما حواليها، ويجردها من ثاني أهم معاقلها الاستراتيجية.